نرحب بضيفنا من رام الله الأستاذ عصمت منصور الباحث في الشؤون الإسرائيلية. أستاذ منصور مرحبا بك، لماذا تأخرت الهدنة في غزة؟ تحياتي لكم المتابعين. مرحبا. يعني واضح أن هناك صعوبات، وهناك صعوبات جدية، وربما الأمر يعني يتجاوز النوايا. نحن نعلم أنه لدى كل الأطراف باستثناء نتنياهو وإسرائيل نية صادقة وحقيقية وجدية من أجل إنجاح هذه التهدئة، وحتى إسرائيل تتعرض لضغط سواء داخلي أو خارجي، ويبدو أنها تسير في هذا الاتجاه، ولكن تضع صعوبات وتضع عراقيل، وأيضا يبدو أن هناك صعوبات في التفاصيل وأحيانا في يعني الآن الحديث يدور مثلا عن بحث إطار جديد. يبدو أنه إطار باريس يشكل قيد أصبح الآن، بسبب أنه يطلب مثلا 40 أسير من حركة حماس ويضع مفتاح للأسرى الفلسطينيين مقابلهم. واضح أنه هذه الأمور فيها أيضا صعوبات عملية متعلقة بالأرض، متعلقة بأعداد الأسرى. لذلك صعوبات قائمة، ولكن طالما أن المفاوضات مستمرة، طالما أن الوفود متواجدة، يبقى الأمل قائم والهوة تتقلص، ولا زال يعني لدينا إيمان وأمل ورجاء كبير أن تنجح هذه الجهود. لا نستطيع حتى نحن بمعزل عن أي شيء آخر كبشر كفلسطينيين كعرب أن نتخيل، ومسلمين أن نتخيل شهر رمضان في ظل هذه الكارثة. طيب. وفي ظل هذا العدوان. ولكن أستاذ منصور، لماذا قلت بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي ليست صاحبة مصلحة في التوصل لهذه الهدنة، وقمت بضمها إلى إسرائيل أيضا؟ لا، الولايات المتحدة تضغط، ويعني لديها دعنا نقول جدية في الضغط على في السعي للهدنة، ولكن الذي يجعلنا نتشكك في جدية موقفها هو أنها لا تكون بممارسة ضغوط حقيقية على نتنياهو وعلى الإسرائيليين. لماذا؟ هي تضغط في المسألة الإنسانية، لأنها لا تريد أن تدخل في صراع مع الحكومة الإسرائيلية، وتعتقد أنه من خلال الحوار ومن خلال إلقاء اللوم على حماس والضغط على حماس يمكن إنجاز المهمة، يمكن تحقيق الهدنة. الطرف الأسهل للضغط عليه أمريكيا هو الطرف الفلسطيني وحركات المقاومة وحماس تحديدا، ولذلك هم يفضلون ذلك على الدخول في عملية جدية مع الإسرائيليين تحثهم على تقديم مرونة تقابل المرونة التي أبدتها حماس. الرئيس بايدن يدرك أن هذه الهدنة سوف تنقذ المنطقة من تصعيد في رمضان ربما يمتد إلى ساحات وخارج فلسطين وخارج قطاع غزة. الهدنة هي التي ستفتح الباب لعقيدته أو مشروعه الذي بدأ يتحدث عنه بحل سياسي في غزة، بتجديد السلطة، بحل دولتين، وبتطبيع عربي مع إسرائيل، وهذا لن يتحقق قبل وقف إطلاق النار. ولذلك يفترض أن ينحاز إلى مشروعه وإلى مصالحه ومصالح بلده، لكن نرى أنه يعني بالفعل كلما وقعت الولايات المتحدة في امتحان حقيقي وأصبحت مطالبة باتخاذ موقف حازم ينقل الجميع خطوة إلى الأمام، تتراجع ولا تضغط على إسرائيل بما يكفي وتضيع فرص. طيب أستاذ منصور، هيئة البث الإسرائيلية تشير إلى أن تل أبيب تنتظر في هذا التوقيت ردا من حركة حماس. ما الذي تدرسه الحركة في هذا التوقيت لكي ترد على الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بهذه الهدنة؟ يبدو أن الاحتلال طرح تصورات وردود أو صيغ أخرى للردود التي قدمتها حماس. هذه المفاوضات كونها تجري من خلال أطراف ثالثة ووسطاء وليست مباشرة تستلزم نقل رسائل ومواقف بين الطرفين، وكلما يعني حماس قدمت ردها، جاءت إلى القاهرة وقدمت ردها وتفاهمت مع الوسطاء على هذا الرد، ونقل هذا الرد إلى إسرائيل. إسرائيل لا تشارك بالمفاوضات على كل حال، يعني هي عن بعد تشارك أو بصيغة يعني مخففة جدا. ستقوم إسرائيل ردت على هذا الأمر وقدمت ملاحظات هي الأخرى، الآن حماس ترد على هذه الملاحظات. يفترض أن وفق الإعلام الإسرائيلي سيكون يوم الخميس يوم غد هناك يعني اجتماع للكابينيت يطالب الوفد الإسرائيلي بصلاحيات أوسع. على ما يبدو هذا يدلل
أنه بدأت الأمور تخرج عن نطاق الإطار الذي وضع، والصلاحيات التي منحت لهم، الإطار الذي وضع في باريس والصلاحيات التي منحت لهم. يبدو أنه سيجري تعديلات معينة تحتاج إلى مصادقة الكابينيت عليها. هذا ما يعني سيكشف بدى احتمالية حدوث الصفقة بناء على ما سيكون به الكابينيت وما سيقرره الكابينيت. لكن إجمالا يعني هذه المفاوضات ليست سهلة، وليست يعني من النوع الذي يمكن إعطاؤه أكثر من احتمال أو زمن مفتوح. نحن أمام مهلة حتى بداية شهر رمضان، بعدها كل شيء سيتغير، سيصبح من الصعب العودة إلى هذا الإطار وإلى هذه النقطة من التفاهمات. ولذلك نأمل يعني مرة أخرى أن يعني يكون هناك جسر للفجوات، أن تمارس الأطراف كلها ضغط على إسرائيل وحماس من ناحيتها، ليس لأنه يعني هي طرف فلسطيني، لكن هي أبدت المرونة الكافية بشهادة الوسطاء وقالوا أنه فعلا يعني هناك مرونة وهناك تجاوب مع الاقتراحات. وهي المرونة ليس في فقط في الأخذ والعطاء وحجم التنازلات، المرونة أيضا في قبول الذهاب إلى أفكار جديدة وإلى بحث طرق يعني مبتكرة وخارج الصندوق للوصول لاتفاق. طيب هنا السؤال الكبير أستاذ منصور، ما الذي يريده الاحتلال الإسرائيلي من حركة حماس حتى تقبل تل أبيب بهذه الهدنة المرتقبة؟ الاحتلال إذا أردت هو يريد أن يعيد أسراه دون تفاوض، أو جزء كبير يريد أن يعودهم بالقوة ومن خلال الضغط العسكري. الاحتلال يضغط على الأرض وفي الميدان من خلال المجاعة ومن خلال الحصار ومن خلال القصف ومن خلال التوسع في عدوانه، ويريد أن يترجم هذا الضغط على طاولة المفاوضات من خلال تنازلات من حركة حماس، تنازلات من طرف واحد. ولكن هذا ربما الذي يصعب الأمور. الاحتلال لا يريد أن يقدم الثمن المطلوب، وأيضا الاحتلال وهذا أيضا عقدة أخرى، خلق واقع سكاني وأمني في قطاع غزة لا يريد أن يتراجع عنه، بمعنى لا يريد أن يعيد سكان الشمال، لا يريد أن يتراجع ويسحب قواته من المناطق التي يتواجد فيها الناس والمدن وإتاحة حرية حركة كاملة للناس ودخول مساعدات وإلى آخره بشكل كامل. لذلك يعني هذه الرغبة الإسرائيلية في الاحتفاظ بكل المكاسب التي حققوها في هذا العدوان والإبادة التي يقومون بها لا يريدون أن يتراجعوا عنها، ولكن يكتشفون أنه هذا لا يمكن أن يحدث، وأنه لا يمكن عودة أسراهم إلا من خلال هذا الإطار، وبالتالي شيئا فشيئا وبضغط وبمماطلة يتم انتزاع منهم تنازلات هنا وهناك تقرب من وصول الصفقة إلى أن نصل إلى الصيغة النهائية التي يمكن فيها أن يكون هناك نوع من التوازن وأن يلتقي الطرفان عند نقطة معينة. طيب بشأن المساعدات، كيف تفكر الولايات المتحدة الأمريكية في إرسال مساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، مع أنها في الوقت ذاته ترسل القنابل التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي في قتل الفلسطينيين في غزة أيضاً؟ وهذا هو يعني التناقض. هي تريد أن تغطي على جريمتها وهي شريكة كاملة في الحرب على غزة في هذا العدوان، شريكة في كل التفاصيل، في الخطط، في الأهداف، في التمويل، في التسليح، في الغطاء الدولي والدبلوماسي، وهي شريكة حتى استخباراتيا وحتى عسكريا، يتواجد لها ضباط وجنود في غرف العمليات وفي الميدان. لذلك هي تغطي على هذه الجريمة من خلال إرسال المساعدات، وأيضا تواجه الانتقادات الداخلية التي توجه لها وانتقادات العالم والعزلة التي بدأت يعني تحاصر موقفها في العالم من خلال المساعدات. هي تعتقد أنه بهذه المساعدات يمكن غفران ما تقوم به ويمكن التغاضي عن جريمتها في غزة، ولكن هذا لن يساعدها. وأيضا هي يعني عمليا بهذه المساعدات لا تغير في شروط الحرب، بمعنى لا يعني لا تجعل المهمه اصعب امام الاسرائيليين، بل على العكس، هي كلما كان هناك مساعدات كلما اعطت هامش اكثر لدى الاسرائيليين، لانه تخف الانتقادات الدوليه وتتراجع ويتراجع الاهتمام
بمأساة الناس وتصبح التركيز على المساعدات نفسها وعلى طيب. عملية الإنزال هنا أستاذ منصور.